فتش عن المال. قديما كانوا يقولون فتش عن المرأة في كل مشكلة، اليوم نقول لكم فتش عن المال. هناك قاعدة هامة جدا في حياتنا يجب أن نتنبه إليها، أن وراء كل مشكلة هو المال. في المحور الأول دعونا نستعرض لماذا نقول أن وراء كل مشكلة مال. قديما عندما كنا نسمع بجريمة، وهذا ربما يكون عرف عام بين المحققين، عندما يسمعون عن خلل ما في المجتمع كان يقال فتش عن المرأة، لأن المتصور أن عشرات المشكلات وراءها النساء. لكن اليوم دعوني أقول لكم بصراحة ولنكن واضحين وواقعيين، يجب أن نفتش وراء كل مشكلة عن المال، لأن المال يقف خلف عشرات المشكلات التي تحدث في مجتمعنا. في المحور الثاني دعونا نأخذ بعض الصور من المشاكل التي يقع المال خلفها. انظر اليوم إلى مشكلات الفاسدين عبر العالم. عندما نتحدث عن الفساد في أي مكان من العالم الإسلامي أو الغربي أو العالم اللاديني، ستجد أن المال سبب رئيس لمشكلات كثيرة، منها الفساد الإداري، الفساد الأخلاقي. عشرات القضايا الأخلاقية التي نسمعها اليوم، ابحث في جذورها، ستجد أن المال وراء ذلك. كم من امرأة انزلقت في مزالق الغي والفساد وكان المال هو السبب الرئيس لذلك. كم تجد من الموظفين الذين يقعون في شرك وحبائل الرشوة وفي الموافقات والإجازات والقرارات غير الصائبة، ستجد أن وراءها المال الحرام. المعلم الذي لا يدرس بشكل جيد ويدرس بغير اختصاصه، ستجد أن سبب ذلك المال. المحامي الذي يقدم معلومات خاطئة لموكله حتى يستزيد من المبالغ التي يأخذها منه، فيماطل في الدعاوى ويكثر عليه المصاريف، وراءها المال. الطبيب الذي ربما يطالب المريض بجلسات طبية إضافية وتحاليل غير مجدية، كل ذلك خلفه المال. ودائما نتحدث بلغة التخصيص لا بلغة التعميم. إذن فتش عن المال. ربما يكون معروف لدى كثيرين من الناس أن المال هو سبب ذلك، لذلك يجب أن نعاود التنبه إليه. في المحور الثالث يجب أن نتحدث عن اتقاء أكل المال الحرام، وهو مكمن الحل. ما أريد أن أركز عليه أن الإسلام عندما أتى ليحل هذه المشكلة من جذورها، نبه وحذر وحرم من أكل المال الحرام، حتى يصلح هذا المجتمع من أساسه وفي أسه الذي هو كسب المال. هذا المال الذي هو عصب هذه الحياة، وهو زينة في الواقع أيضا كما أخبر القرآن، يجب أن نتحرى كيف نكسبه وكيف نأكله وكيف نتعامل معه، لأن معظم المشكلات كما قلت تبدأ من المال. في المحور الرابع، لا تهمل معالجة الجانب المالي في أي مشكلة. كثير من المشكلات يقع خلفها واحد من سببين. أولا الخوف، يخاف بعض الناس على ماله، على عرضه، يخاف أن يحتاج، يخاف أن يفتقر، يخاف أن يضيع جهده، فيتخذ إجراءات وقائية وعلاجية لهذه المخاوف فتبدأ مشكلات. ثانيا الرغبة، يدخل فيها الطمع، حب التملك، حب الظهور، الطغيان. هذه رغبات تدفع أحيانا أصحابها إلى أفعال وسلوكيات لإروائها، فيصطدمون بحقوق الغير وتبدأ المشكلات. وهذا يضيء لنا إشارة أننا في معالجة مشكلاتنا يجب أن نضع المال في الحسبان أولا. فإذا وقعت مشكلة اجتماعية ما، تعليمية، تربوية، إدارية، ضع أولا وابحث أولا عن المال، أين هذا المال وراء هذا التصرف. لا تقول فلان فعل كذا لأنه كاذب أو لأنه خائن أو لأنه غير كفء. ضع في اعتبارك أيضا، هل للمال دور فيما أخطأ هذا الإنسان، هذه الإنسانة؟ هذا المجتمع عندما يخطئ هل للمال دور؟ لذلك يجب أن نتنبه، وهذا هو محورنا الخامس، لا ينفع الدواء دون معرفة أصل الداء. تعالوا نرجع إلى أصل المشاكل. دائما عندما تريد أن تعرف الدواء المناسب يجب أن تعرف الداء الذي بني عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أنه إذا وقع الداء على الدواء كان الشفاء بإذن الله عز وجل. فداء وخيم في مجتمعاتنا وهو المال الحرام. لذلك أتمنى، وهذا هو المراد من هذه الحلقة،
أن نعالج مشكلاتنا في أن نبدأ بالسؤال أولا عن سؤال المال. عندما نجد خللا في هذه المجتمعات أو في أهلنا أو أقاربنا أو في أصدقائنا أو في حياتنا كلها، لماذا لا نقوم بالبحث عن السبب الرئيس؟ وسنجده بلا شك أنه المال، لأنه سبب رئيس وكبير جدا في هذه المشكلات التي نعاني منها. فإذا ما عدنا إلى إسلامنا وإلى ديننا سنرى أنه عالج هذه المشكلة، وأنه تعامل مع المال، وسألنا الشرع عن كل خطوة مالية نخطوها. لذلك أسأل الله عز وجل أن ننجو من كثير من هذه المشكلات، لأن المال وراء كل مصيبة، وخاصة إذا توصلنا به إلى الحرام لا سمح الله. لذلك أسأل الله العلي العظيم أن نراجع أنفسنا عند كل تصرف، فنسأل هل ما نكسب حلال وهل ما ننفق من حلال، سائلا الله عز وجل أن يرحمنا ويطعمنا الحلال. مالكم حلال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.